اللهم ارحمنا بالقرآن. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية صلى الله عليه، مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه صلى الله عليه، وأثني بحمد موارده سائغة هني صلى الله عليه، ممتطئا من الشكر الجميل مطايا صلى الله عليه، وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية صلى الله عليه، المنتقل في الغرر الكريمة والجباه صلى الله عليه، وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العطرة الطاهرة النبوية صلى الله عليه، ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه صلى الله عليه، وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية صلى الله عليه، وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه صلى الله عليه، وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقرية صلى الله عليه، ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بخلاه صلى الله عليه، وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية صلى الله عليه، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شري من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه. وبعد، فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية صلى الله عليه، ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف، واسمه المغيرة الذي ينتمى الارتقاء
ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاعة القصية صلى الله عليه إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحماه صلى الله عليه ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية صلى الله عليه وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى صلى الله عليه ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس صلى الله عليه وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية صلى الله عليه وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى صلى الله عليه ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان صلى الله عليه وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية صلى الله عليه ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه صلى الله عليه وعدنان بلا ريب عند ذوي علوم نسبية صلى الله عليه إلى الذبي إسماعيل نسبته صلى الله عليه فعظم به من عكد تألقت كواكبه الدرية صلى الله عليه وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته صلى الله عليه نسب تسيب العلا بحلاو نسب تسيب العلا بحلاو قل
بحر به من نسب طهر الله تعالى من صفاح الجاهلية صلى الله عليه. أورد الزين العراقي وارده في مورده الحني ورواه صلى الله عليه. حفظ الإله كرامة لمحمد آبا تركوا السفاح فلم يسبهم عاره من آدم وإلى أبيه وأمه صراط سرى نور النبوة في أسارير غررهم البهية صلى الله عليه. وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شري من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية صلى الله عليه وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه صلى الله عليه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية صلى الله عليه. وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى صلى الله عليه. ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية صلى الله عليه. وصبا كل صب لهبوب نسيم صباه صلى الله عليه. وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات حللا سندسية صلى الله عليه. وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جناه صلى الله عليه. ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية صلى الله عليه. وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه صلى الله عليه. وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية صلى الله عليه. واهتست العوالم من السرور كأس همياه صلى الله عليه. وبشرت الجن ب
بإغلال زمنه وانتهى كتلك هانت ورهبت الرهبانية صلى الله عليه. ولهج بخبره كل حبر خبير وفي حلاه اسمه تاه صلى الله عليه. وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية صلى الله عليه. وسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد أقبا. أطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوا عليه. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية صلى الله عليه توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخوانه بني عدي من الطائفة النجارية صلى الله عليه. ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه صلى الله عليه. ولما تم من حمله على ضواجه تسعة أشهر قمرية صلى الله عليه. وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه صلى الله عليه. حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية صلى الله عليه. وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناه صلى الله عليه.